طيب خلينا ناخذ مثلا مراجعه على سنجل فيس سيركتس واي سي. لما يكون عندي هون هذا هون فولتج سورس اي سي فولتج سورس راح يعطيني ساينوسويدال سيجنال. ساينوسويدال سيجنال هاي في اوف تي بتساوي في، هنسميها في بيك او في ماكس ساين اوميجا تي بلس ثيتا. انا هون ثيتا راح افرض انها عامل ثيتا. هون هذا هاي الزاوية ثيتا اللي عم زيرو كروسنج من هون. بي شو بيمثل؟ في بي بتمثل هذا في اللي موجود هون مش هيك؟ اللي هي في ماكس او في بي، اوكي؟ ماشي واضح الان؟ اذا هذه مضروبة في ساين اوميجا تي، اوميجا هي الفريكونسي تبعت هذا السيجنال، ايش اوميجا وحدتها؟ راديانز بير سكند. ولو بدي احطها اف، اف وحدتها؟ هرتز. والعلاقة بين اف واوميجا اوميجا بتساوي 2 باي اف. اوكي ماشي واضح الهاي. اذا هذه معناها لما نحط لو هاي بدي امثلها كفيزر، لو بدي ارسمها كفيزر هون هلا لاحظوا هاي في لها زاويه هون ولاحظوا انها هي متاخره، معناها شو بنسميها؟ كانها لاجن يعني. كانه الزاويه هاي ثيتا نيجاتيف ونقول هذه ثيتا وهذا هون هذا بلف باي شكل؟ الاصطلاح انه بلف كاونتر كلوك وايز. اذا بنحط الاشاره هذه هون وهاي هون اوميجا، اذا عماله بلف على اوميجا. هاي الزاويه بالنسبه لهون، هذا الطول عاده ناخذ الار ام اس، الطول ار ام اس تبع السيجنال هاي. في بي هو الطول الماكسيمم، ايش علاقه هذا بالار ام اس؟ بصير عندي في ار ام اس بيساوي في بي على جذر التنين. هذا بيكون هون الصوت. نعم. او في 0.76 بصير تضرب في 0.7 او 7 اللي هي 1 على جذر التنين. اذا عندي هون هذا الفيزر، هلا هذا الفيزر شو معناه؟ معناه انه انا في عندي ساينوسويدال ويف فورم. الساينوسويدال ويف فورم تبعها الار ام اس فاليو تبعها هو هذا الفاليو، واحنا عارفين العلاقه بين الار ام اس فاليو تبعها والبيك فاليو تبعها. ليش بهمني الار ام اس فاليو لسيجنال؟ ليش بهتم بالار ام اس فاليو اكثر ما بهتم بالفيد فاليو بالبيك فاليو تبع ساينوسويدال سيجنال؟ ايش اهميه الار ام اس؟ من اي ناحيه؟ حقيقيه من اي ناحيه؟ افكتيف من اي ناحيه؟ من ناحيه الباور اللي بيقدر هاي السيجنال تعطينا اياها. إذا الباور يعني لما بقول الار ام اس فاليو تبع هذه السيجنال هو في بي على سكوير روت اوف 2، لو اخذت هذا الفولتج وحطيته على مقاومه هون المقاومه قيمتها ار، ايش الباور اللي بتكون بتمتصها بتاخذها هاي الريزستر؟ الباور شو بتساوي؟ اي في في تمام او في تربيع على اي في تربيع؟ في ار ام اس. حتى تكون هاي المعادله صحيحه بالاي سي سيجنالز لازم هاي تكون الفي ار ام اس، او كمان اذا بدها تكون صحيحه بدها تكون اي ار ام اس في الفي ار ام اس، مضبوط؟ او بدها تكون كمان تربيع مضروبه في هذول كلهم سوا، لكن هذه مش الفي افريج ولا الفي بيك. الفي بيك ما لها قيمه بحاله الباور هون، الفي بيك بس بستعملها حتى امثل هذا بهذا الشكل. لو كانت هذه السيجنال ليدنج، لو كانت الزيرو كروسنج تبعها هذا ليدنج، وين بيكون الفيزر هذا مرسوم؟ الفيزرز بقدر اتعامل معهم، بقدر اتعامل تعاملي مع الفيكتورز، وبقدر اجمع فيزرز واطرح فيزرز زي ما بجمع فيكتورز واطرح فيكتورز بنفس الطريقه. ماشي اذا هذه واضحه من هون، هذه بالنسبه للسنجل سيركت، هاي السيركت اللي موجوده هون اللي هي في بي ساين اوميجا تي بلس ثيتا، وثيتا بتعطيني الزاويه تبعتها، وهذا بامكاني اعبر عنه في، بقدر اعبر عنه بالماجنتيود
اذا كان بدي اخذه على الناس رح تكون في بي على جد الاثنين بي على جذر الاثنين على زاوية اللي هي ثيتا او اي ماينس ثيتا بالحالة هاي ماشي واضحة هذه هون المقدمة مقدمة سريعة بس عن فكرة الاي سي سيركت والاي سي فولتج سورس وكيف بمثل هذا الفولتج سورس كفيزر واهمية ليش باخذ هذا ار ان اس ما باخذه ما باخذ البيك فاليو تبعه لو كانت عندي هلا هذا الفولتج سورس اخذته كان عندي بالسيركت زي هيك وبدي احسب هذا الكرنت اللي موجود هون وهذا عندي هون بي وهذه اف وهذه ار وهذه عندي فريكونسي اف كيف الابروتش اللي بحسب فيه هذا الكرنت؟ شو الكرنت بيساوي للحاله هاي؟ بيساوي بي على زد شو بتساوي للحاله هاي؟ بتساوي ار زائد جي اوميجا اف واوميجا شو بتساوي؟ 2 باي اف بتصير ار على جي 2 باي اف ال لاحظوا هون رح يطلع معي هون عندي ماجنتيود وانجل رح يطلع كمان اي له ماجنتيود وانجل وزد له ماجنتيود وانجل نفس الشيء لو عندي هون في الحاله هاي كان بي نفس الشيء لو بدي احسب الكرنت هون اي شو بكون عندي اي بيساوي؟ بيساوي نفس الشيء بي على زد وزد في الحاله هاي شو بتساوي؟ ار زائد واحد على جي اوميجا سي ونفس الشيء اوميجا بتساوي 2 باي اف تعرف تحولوا هدول تعبوهم من ريكتانجلر لبولر ومن بولر لريكتانجلر؟ متذكرين؟ على الحاسب نعم؟ على الحاسب